فضاء المواطن بوزارة الداخلية بهدف تحسين ظروف استقبال المواطنين الوافدين على المقر المركزي لوزارة الداخلية وإرشادهم والتعهد بمطالبهم وعرائضهم بالسرعة والنجاعة المرجوتين، وفي إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس الذي يجري تنفيذه منذ 2011 بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمت تهيئة فضاء المواطن بوزارة الداخلية الكائن بناج تركيا. ويتميز هذا الفضاء المطابق للمعايير الدولية بتصميم معماري عملي ومتطور على مساحة 600 متر مربع، وهو مزود بمنظومات معلوماتية متطورة، كما يعمل به إطارات وأعوان ذو كفاءة عالية في مجال الاستقبال والإرشاد وإزداء الخدمات الإدارية. ويضم فضاء المواطن بوزارة الداخلية إلى جانب مكتب العلاقات مع المواطن ومكتب الاستقبال والتوجيه مصالح تابعة لكل من الإدارة العامة للمصالح المشتركة للأمن الوطني، معنية بالتراخيص والأذون المختلفة والتفقدية العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بعرائض المواطنين. ويوفر المقر عديد الخدمات الإدارية على غرار استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة السوابق العدلية عدد 3 لذوي الوضعيات الخاصة والمستعجلة ولأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى قبول عرائض المواطنين وإسداء خدمات الإرشاد المباشر وعبر الهاتف وقبول ومعالجة ملفات التراخيص والأذون المختلفة مثل بطاقات الطريق وقرارات نقل الجثمين. ويحتوي المقر على أحدث المعدات وأفضل التجهيزات الصديقة للبيئة كالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء ومنظومة الحصاد المائي لتجميع وتخزين مياه الأمطار لسد حاجيات المقر من الماء. وحرصاً على جودة الخدمات المزداد، وضعت على ذمة المواطنين الزائرين لفضاء المواطن منظومة آلية لقياس مدى رضاهم على الخدمات الإدارية المزداد. غايتنا القرب من المواطن وإزداء خدمات ذات جودة عالية. وزارة الداخلية بدعم من